السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في فيديو جديد ودائما مع الاستغفار. إخواني وأخواتي، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار. يعني أيها الإخوة والأخوات، الحديث قال: من لزم الاستغفار. فانظروا إلى هذا الشرط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من استغفر، أو من استغفر عدد كذا، أو من استغفر العدد الفلاني، وإنما قال من لزم. فمعنى اللزوم هو الإكثار، يعني لسانه يصبح دائما يكثر ويلهج برب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني هذا الشخص الذي، أو هذا الصنف من الناس الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم من لزم الاستغفار. فاللزوم يا إخواني ويا أخواتي هو الإكثار، يعني تكثر من الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات يدل دلالة عظيمة جدا على أن أبواب الخير وأبواب الفرج وأبواب طرد الهموم بالنسبة للمستغفرين هي كثيرة وكثيرة جدا. لكني لن أخبركم ولن أقول لكم أن هناك أناس قد جربوا فحصل لهم ذلك. لماذا؟ لأن يا إخواني ويا أخواتي، هذه الحقائق وهذه المسائل لا جدال فيها. لماذا؟ لأنها حديث نبوي، والحديث النبوي أيها الإخوة والأخوات لابد أن نصدق به، ولا يتبادر إلى ذهننا أدنى شك من أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. ولا ينبغي أن نجعل عباداتنا محطا أو محطة للتجارب. يعني قد يقول قائل: يا أخي أنت لن يضرك شيء، جرب. لا يا أخي الكريم، الدين ليس للتجربة، الدين تفعله وأنت على يقين. المؤمن يفعل ما أمر به الله عز وجل، وما أمر به الله عز وجل، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كله ثقة وعنده يقين كامل بأن الله عز وجل سيستجيب له. طبعا القصص تذكر للاستئناس، يعني نستأنس بها ويتشجع، يشجع بعضنا بعضا. لكن الإنسان لا يقول أجرب. تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك: هيا أجرب، أنا لن أضيع أي شيء، أنا لن أخسر شيئا، هيا أجرب. لا يا أخي الكريم، ديننا ليس دين تجارب أبدا، وإنما تفعل الشيء وأنت على يقين. انظر إلى أحد أولياء الله كيف كان يصنع الاستغفار بقلبه، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن نفسه، يقول إنه، يعني في معنى كلامه، أنه إذا أشكلت علي مسألة ما أو حالة معينة لم أفهمها ولم أفهم ما تعنيه هذه الآية، يعني من أمور الدين ومن أمور الفقه. فلذلك أيها الإخوة والأخوات، الاستغفار ليس فقط بأمور الدنيا، بل كذلك من أمور الدين. يقول: إذا أشكلت علي مسألة معينة يصبح يستغفر ويكثر من الاستغفار، حتى في رواية أنه رحمه الله كان يستغفر 1000 مرة إذا أشكلت عليه مسألة فقهية، فييسر له الله عز وجل حلها ويعلمها الله عز وجل له سبحانه وتعالى. يعني ممكن يكون تفسير آية لم يفهم معناها، ممكن تكون شرح لحديث ما لم يفهم معناه،
فابن تيمية هذا العالم الجهبذ الإمام العلامة ماذا كان يصنع؟ ماذا كان يصنع عندما يصل أو عندما يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة أنه لم يفقه مسألة معينة؟ كما أخبرتكم كان يستغفر الله عز وجل، كما ذكر كان يستغفر الله عز وجل 1000 مرة أو أكثر أو أقل. فيقول رحمه الله: وإذا بالمسألة تحل وأجد معناها وأجد شرحها وأجد تفسيرها. سبحان الله العظيم، يعني هذه قصة، هذه في حد ذاتها قصة، قصة شيخ الإسلام ابن تيمية مع الاستغفار. فيا إخواني ويا أخواتي، الاستغفار أمره عظيم وعظيم جدا. وأعيد وأكرر قصة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إنه لا يقف خاطري في المسألة، يعني لا أفهم مسألة معينة، إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر. سبحان الله، يعني يستغفر الله عز وجل 1000 مرة، ممكن تزيد قليل وممكن تنقص بعدد قليل، يقول فينشرح الصدر وينحل الإشكال، وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد. يعني هو ممكن يكون في السوق يستغفر ويستغفر ويستغفر، وإذا به وهو في السوق يجد حل لتلك المسألة أو لذلك الشيء، أو قد يكون في المسجد أو الدرب أو المدرسة، ويقول: ولا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. يقول: ولو كنت في المسجد، ولو كنت في السوق، ولو كنت في الدرب يعني في الشارع، ولو كنت في المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار. يستغفر ويكثر من الاستغفار، ويستغفر ويستغفر ويستغفر، إلى أن يحصل رحمه الله تعالى على مطلوبه وعلى غايته وعلى هدفه الذي بسببه أكثر من الاستغفار. فيا إخواني ويا أخواتي، أنا أسألكم سؤال، سؤال بديهي جدا، سؤال يعني سهل. أسألكم سؤال: من يملك فرج الكروب؟ أليس الله؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر البلاء، وهو الذي قدر عليك الهم، وهو الذي قدر عليك تلك المصيبة؟ إذن سؤال بديهي: من الذي يقدر على رفع هذا البلاء الذي أنزله الله عز وجل عليك؟ ومن الذي يقدر على رفع هذا الهم الذي أنزله الله عز وجل عليك؟ ومن الذي يقدر على إزالة هذا الحزن الذي أنزله الله عز وجل عليك؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ إذن يا أخي الكريم، إذا رأى الله عز وجل منك إقبالا عليه سبحانه وتعالى، ورأى سبحانه وتعالى أن لسانك لا يفتر عن ذكره سبحانه وتعالى، ورأى أن قلبك يعني مقبل عليه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، وسيرفع عنك الهم، وسيرفع عنك الحزن، وسيرفع عنك البلاء. لماذا؟ لأن المصائب يا إخواني ويا أخواتي تدفع بذكر الله عز وجل. مصائب تدفع بالاستغفار، المصائب تدفع باستغفار اللسان ورجوع القلب وطمأنينة القلب وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل. أتمنى أيها الأخوة والأخوات أني قد أفدتكم في هذا الفيديو ولو بشيء بسيط. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستغفار، ومن أهل الطاعة، ومن أهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.